ايه؟ ركوب الخيل، والسباحة، والأنشوجة. أنشوجة؟ معلش يا بنت، معلش يا فندم. يا زوبة، يا زوبة انسى المطبخ بقى. اليوجا، الإيه؟ ال يوجا. أيوه اليوجا. أنت كمان عضوة في نادي الجزيرة. ما شاء الله. أمك تيزا عيشة هانم لزغري. ديك سلطان باشا اللي فتح عكا. جدك عمل إيه؟ عجة. عكا! عكا! ما تفضحناش بلاش تفاصة. جدك فتح إيه؟ عكا. برافو. أهم حاجة بقى بعد كده تخلي كلامك مزوق. يعني تقولي إيه؟ ربما، حيثما، ولذلك إطلاقا. وتكتري من إطلاقا ده. طب الكلام ده أقوله كده من غير مناسبة؟ من غير مناسبة. أمال هيعرفوا إن أنت مثقفة منين؟ إطلاقا. كويس أوي. تعالي. بس احتمال لو حصل انه راح من البلكونه. لا يا مجنون. ايه انت هنا يا مدام؟ ازيك؟ والله عالية زمن ولسه. استاذ وحيد، نخش بقى في الموضوع. طب ساعتك خش وابقى اندهني. لا لا لا، عايزين نتكلم هنا في السيناريو ونحدد الشخصيات عشان نبدا التصوير وندبه في كام يوم. ندبه. احنا هنبتدي التصوير في استوديو نحاس بالاستعراض ان شاء الله. وماله ندبه في نحاس. على فكره في دور ثانوي صعب جدا، يا ترى مين هيعمله؟ دور ايه؟ الشغاله. انا بقول ان حضرتك احسن واحده تعملي الدور ده، اصله محتاج لممثله قديره زي انا. ألعب دور شغالة في فيلم من إخراج جوزي كمان؟ دي أنا. ومال يا حبيبتي؟ ده تمثيل. ثم هما الشغالين كفروا، ده من غيرهم بطلوط وما تعرفوش تروحوا شغلكم. عن إذنكم. الله، هي المدام زعلانة ليه؟ سيبوها على راحتها. ولو إن يعني دور الشغالة ده دور مهم وهادف وهياخد عطف الجمهور. خلاص يا إخوانا، مدام كلنا جاهزين نتكل على الله ونبتدي التصوير يوم السبت اللي فات. معقول يا فتى؟ انت راخر. سبت ايه اللي فات؟ انت راخر. تتخرى بجهلك. يا اللهم صل على النبي. يا اموره يا ست الكل يلي هتمسحيهم كده مدح ان شاء الله، وفيلم نجاح ينجح نجاح ان شاء الله. ما تخلي يا حبيبتي. انت عارفه سميره حسني؟ مالها؟ انت احلى منها 100 مره، وضفرك برقبتها كمان. صحيح والنبي؟ الا صحيح، كل دول طالعين من تحت ايدي وحياتي. امال ايه؟ انا الوحيده اللي عارفه الزير وغطاه. اما خليتهم يبيعوا ترمس، اما خليتهم يقشروا دورة، ما بقاش انا نعيمه مراد. تصدقي بالله يا ست سلوى؟ لا اله الا الله. انت عليكي جسم يحبل زي سميره حسني كده. سميرة حسني دي ايه؟ ده انت قمر ما شاء الله. هو هي فيها جسم ولا فيها شكل؟ اسكت اسكت، ايديا دول اللي بيحطوا لنا الحشو في الفساتين. خد ياخد عدوك يا أميرة يا بنت القمر. ينجحك في كل مشهد ويكتب لك في كل لقطة سلامة. يا أميرة يا بنت القصور. ولع 17. سكوت سكوت. الاستعراض الاول لاول مره. لكن اتفضل اكشن. الاستعراض الاول اول مره. عايزين احلى طبيعه وتمنى احلى زمان، عايشين لحظتنا الحلوه من كلمه وضحكه وغنوه، بالحب هنبقى اقوى والنور قدامنا يبان. يلي 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 كانت أجمل بزمان، أرجع
اجمل من زمان. اهدى واروى بكتير وما تعرفش الاحداث. بس احنا ولاد الان ملناش بالماضي مكان، حابين حاضر ايامنا فرح واحفاد كمان. احنا 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 أولاد الحرية، دنيتنا دي هي الدنيا، عايشين من ثانية لثانية، أجمل ما يعيش إنسان، خطوتنا سريعة جريئة، وما بنضيعش دقيقة، وساعات بنمر الدقيقة، وانتوا تشيلوا الأهوال، إحنا إحنا إحنا. أرجو مفيش بالإمكان أبدع من كنا وكان. بيقولوا بيقولوا أغانينا جنان، ومفيش بكورتنا جوان. أرجو مفيش بالإمكان أبدع من كنا وكان. برافو 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 برافو. حاجة هايلة، حاجة عظيمة. ايه ده يا بنت يا زوج؟ قصدي ايه ده يا سلمى؟ انت اثبتي انك فنانة عظيمة. استاذ فرحات احييك من قلبي. شكرا. انت اهديت السينما بطلة كلها نشاط، كلها حيوية. شكرا. كلها هو انا عملت حاجة؟ البركة في الاستاذ فرحات، حضرتك طبعا. شكرا. انا ما عملتش حاجة. انا اشتغلت مع بطلات كتير، اشتغلت مع اليزابيث تايلور، ماريتا تورشي. تورشي؟ في نجمة سينما اسمها تورشي؟ الله، الفيلم اللي عملناه السنة اللي فاتت في الملاحات. انا ما عملتش افلام في الملاحات. مش انت؟ المهم المناسبة السعيدة دي بمناسبة بطلتنا الجديدة العظيمة، انا عازمكم النهاردة على العشاء. شكرا. تحية لسلوى هانم، وتحية لفيلمنا الكبير الاستعراضي اللي بنعمله دلوقتي. شكرا. بس ما قلتليش اسمه ايه؟ بعدين هبقى احكي لك موضوعه ومين اللي بيمثل فيه ومين اللي بيخرجه كمان. ارجوك اتفضل. انا ايه اللي جابك من هدف ساعتين؟ ده نزل سلوى جوه؟ جوه. فين؟ في اوضه المكياج. الله، هي سلكلتك ولا ايه؟ قريت؟ اتفضلوا يا اساتذه، جاهزين؟ اتفضل يا استاذ. ايه ده انا الاستاذ وحيد جايب الحلويات دي بمناسبه نجاح الانسه سلوى. بمناسبه نجاح الانسه سلوى ولا بمناسبه المناسبه؟ حطها حضرتك، ما حدش هياكل منها برا. حاضر. كلاكيت. اديني كتفك عليك انا،